السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ محمد دوحال، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوية الإعدادية الإمام علي، الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين، العيون الساقية الحمراء. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم في درس جديد ضمن مكون من مكونات اللغة العربية. اليوم سنقف بحول الله عند مكون النص القرائي، نص رقصة أحواش. هذا النص الذي كنتم قد توقفتم عنده في الحصة الأولى، وهو نص ينتمي إلى الوحدة السادسة، وحدة المجال الفني الثقافي. إذا قبل أن نشرع في الحصة الثانية وهي المتعلقة بتحليل النص، سنقف أولا عند تذكير بعض العناصر المرتبطة بالحصة الأولى. كنتم قد توقفتم عند النص الذي هو بطبيعة الحال هو عبارة عن مقالة وصفية يصف فيها الكاتب رقصة أحواش وكل ما يميزها، من سواء تعلق الأمر ب خصائصها، فرقها التي تؤديها، إلى غير ذلك. والنص هو للكاتب المغربي حسن جلاب، مقتبس من مجلة التراث العربي أو مجلة التراث العربي. والنص يعالج ظاهرة أو قضية فنية التي هي جزء من التراث الفني الثقافي المغربي، رقصة أحواش كغيرها من الرقصات الأخرى. إذا قبل أن نشرع في تتمة النص، نعيد أولا قراءة النص من أجل استرجاع بعض المعاني التي جاءت فيه، وكذلك من أجل الوقوف عند بنيته اللغوية وكذلك معجمه. إذا جاء في النص: يقام أحواش في المناسبات الرسمية المختلفة كالأعياد الدينية والاحتفالات العامة والخاصة، ويشارك فيه كل سكان القرى المجاورة. وقد أتيحت لي فرصة مشاهدة أحواش خلال إحدى الحفلات، فقد كنست الساحة بعناية ورشت بالماء، ووضعت في إحدى جنباتها أكوام من العشب اليابس والحطب لتغذية النار. وعند سقوط الظلام حضرت جماعة من الرجال حاملين بنادير كبيرة، رصعت جوانب بعضها بصفائح نحاسية مستديرة، ثم تبعتهم جماعات من النساء وقد ارتدين لباس الحفلات والأعياد، فوضعن فوق قفاطنهن الملونة كساء شفافا أبيض اللون، نقط بنقط مطرزة، وقد لفت جدائل شعرهن في خمر ذات ألوان سارخة تكشف عن آذانهن وتتدلى خلفهن، وعصبت جباههن بشريط ثوبي داكن مخطط بالأحمر والأخضر والبنفسجي، وهو طويل ملقا على ظهورهن يصل إلى حدود الخصر، منتهيا بخمائل طويلة، وزينت أعناقهن بقلادات كبيرة ذات صفوف متعددة في الطول، وقد رصعت فيها كرات اللبان المختلفة الحجم، تفصل بينها عقيقات زجاجية وقطع نحاسية صغيرة وأخرى نقدية فضية. طب حل النص طاويس، لهذا سنقتصر على الفقرات التي تذكرنا بمضمونه. وعندما حل الليل أشعلت النار وسط هذه الساحات الفسيحة، وعلى قرب منها جوقة الرجال، وفي الجانب الآخر صفت النساء على شكل نصف دائري مقابل النار، ومن الخلف وعلى جوانب الساحة وقف المتفرجون. أعطيت الإشارة لبدء الحفل، فإذا رجل يغني بصوت مرتفع حاد، فينقض رئيس الجوقة البندير نغمات إيقاعية، وتردد جوقة الرجال نفس الجملة، ثم تنقسم النساء إلى مجموعتين، تردد الأولى الجملة الغنائية في حين تردد الثانية اللازمة الختامية، وفي الأخير تبدأ الجوقة كلها في التحرك نحو اليمين دائرة حول النار، وتكون الحركة مضبوطة، إذ تلقي كل راقصة رجلها اليمنى حوالي 20 سنتيمترا، ثم تقرب رجلها اليسرى من اليمنى في المرحلة الثانية. أما الرجال فيكونون واقفين أول الأمر، ثم يجلسون عندما تشرع النساء في الرقص، وهم لا يرقصون بل يكتفون بالضرب على البنادير، رافعين اليد اليمنى إلى مستوى الرأس وموقعينها بكل قوة على الآلة. وعندما يحمى وطيس الإيقاع يقلد الرجال حركة النساء، فيلقون بأجسادهم إلى الأمام ثم إلى الخلف. وقد استمر الغناء والرقص إلى ساعة متأخرة من الليل، وتفرق الحفل على أمل اللقاء في مناسبة جديدة. انتهى النص. إذن بالعودة إلى النص، بعد قراءتنا للنص نلاحظ أن معجمه اللغوي وبنيته اللغوية يهيمن عليها الوصف، بحيث أن الكاتب وصف بعناية ودقة كل ما يتعلق برقصة أحواش، سواء تعلق الأمر بالرجال وخاصة النساء. لهذا سنقف عند معجم النص، عند استخراج المعجم الذي يصف فيه الكاتب رقصة أحواش، وسنركز على مجموعة من العناصر. أولا وصف الشخص،
خاصة الراقصين والراقصات، ثم وصف الأمكنة ووصف الآلات الموسيقية وتحديد الزمن، بالإضافة إلى المستوى الدلالي التي تحمله رقصة أحواش. لنبدأ أولا بوصف الشخص. لاحظوا معي في النص بأن الكاتب قد وصف مجموعة من أو ألحق مجموعة من الصفات بالنساء، خاصة النساء والرجال، ولكنه ركز على النساء أكثر. مثلا هنا يقول مثلا فوضعنا فوقهن قفاطنهن الملونة. إذن هذه عبارة وصفية، وصف الشخص. أولا وصف الراقصون والراقصات، ثم قفاطينهن الملونة، أيضا أحذية حضرية مطرزة، أيضا نعالا حمراء إلى آخره. النص مليء بالأوصاف. فمثلا عندما هنا قال يعني جدائل شعرهن في خمر ذات ألوان سارخة، وأيضا عندما قال جيباههن بشريط ثوبي داكن مخطط بالأحمر والأخضر والبنفسجي. إذا النص أصلا هو ما قال وصفي، لهذا يغلب عليه الوصف، لكنه انتقل أيضا إلى وصف الأمكنة، وخاصة ركز على مكان واحد وهو الساحة التي تقام فيها ورقصة أحواس، عندما وصفها الساحة الفسيحة، وكيف أنها تكنس وترش بالماء بعناية من أجل استقبال هذه الحفلة وعناصر الذين يؤدون هذه الحفلة. ثم انتقل إلى وصف الآلات الموسيقية، عندما نقل مثلا عندما جاء الرجال حاملين بنادر أو بنادير كبيرة، كيف هي؟ رصعت جوانب بعضها بصفائح نحاسية، رصعت جوانب بعضها بصفائح نحاسية. ثم وصف الآلة في الفقرة الثانية والإيقاع إلى غير ذلك. أما بالنسبة لتحديد الزمن، فرقصة أحواش تقام غالبا ليلا، لهذا قال في بداية الفقرة وعند سقوط الظلام. إذن عند سقوط الظلام، وأيضا عندما في الفقرة الموالية تحدث عن وعندما حل الليل، عندما حل الليل، فهذه كلها مؤشرات تعطينا أن الزمن الذي يقام فيه أو تقام فيه هذه الرقصة هو زمن الليل، والاشتغال أيضا على النار ببعدها الدلالي والفولكلوري الذي تعرفه هذه الرقصة. الآن هل بالنسبة للمستوى الدلالي لرقصة أحواش؟ رقصة أحواش لها دلالة كثيرة جدا. أولا لها دلالة اجتماعية، لماذا؟ لأن رقصة أحواش لوحة اجتماعية تعبر عن روح الشعب المغربي. شأنها شأن الرقصات الأخرى التي تختلف من منطقة إلى أخرى. ثم دلالة إنسانية، كيف؟ أن هذه الرقصة يشارك فيها من؟ الرجال والنساء على حد سواء، لهذا قيام المجتمع لا يكون إلا بالرجال والنساء معا. فتضامن العنصر الرجل مع المرأة ليس فقط فيما هو اجتماعي محض، وإنما حتى تم نقله إلى المجال الفولكلوري والمجال الغنائي، لهذا نجد حضور كل من الرجال والنساء في هذه الرقصة المعروفة. ثم دلالة تاريخية، لماذا؟ رقصة أحواش هي رقصة تاريخية، هي جزء من التراث التاريخي الأصيل. إذا رقصة أحواش جزء من التراث التاريخي الشعبي الذي
يتمتع به الموروث الفني الثقافي المغربي. إذن هذه دلالات اجتماعية، ويمكن أن نضيف أيضا دلالة ثقافية، باعتبار أن لأن الثقافة يدخل فيها كل ما يتعلق بالزي التقليدي، ولهذا الكاتب في النص نلاحظ بأنه ركز على الزي التقليدي التي ترتديه النساء بالإضافة إلى الرجال، وبهذا يمكن أن نضيف أيضا دلالة ثقافية بالنسبة لرقصة أحواش. إذن ننتقل الآن إلى السارد أو الكاتب أو الواصف أيضا، ما دام أن الكاتب يغلب عليه الوصف في النص فهذا يمكن أن نقول وضعية السارد أو الواصف. السارد إما أن يكون مشاركا في الأحداث، وإما أن يكون غير مشارك في الأحداث ويسمى محايدا، وإما أن يكون فقط ينطلق من رؤية خارجية، أي أنه ينقل ما يصف. لكننا في هذا النص نجد بأن الكاتب أولا ليس محايدا وليس مشاركا في الأحداث، ولكنه كان متأثرا بما ينقل، لهذا عمل بشكل دقيق على وصف ونقل كل الأشياء المرتبطة بهذه الرقصة صغيرها وكبيرها. إذا نقول وضعية السارد لم يكن السارد في النص محايدا بل كان أو بل كان ينقل موقفه وتأثره بهذه الرقصة، فقد وصف لنا رقصة أحواش وصفا دقيقا عبر من خلاله على إعجابه بهذه الرقصة، وإلا لما وجدناه ينقل حتى أبسط الأمر في اللباس الذي ترتديه النساء. الآن تقنية النص الكاتب كما ما دام أن النص عبارة عن مقالة وصفية، إذن أول تقنية نجد بأن نعتمده هو تقنية الوصف. النص يهيمن عليه الوصف بامتياز، لهذا الوصف اعتمد الكاتب على الوصف الدقيق في نقل وتصوير خصائص رقصة أحواش. عندما نقول حيث وصف الرجال وصف النساء، وصف حتى الأدوار، وصف حتى حركتهما أثناء تأدية هذه الرقصة. بالجانب الوصف هناك السرد، الكاتب لم يعتمد على الوصف، وإنما نجد بعض العبارات وبعض المقاطع السردية التي وظفها الكاتب إلى جانب الوصف. إذن وظف الكاتب بعض المقاطع السردية إلى جانب الوصف. مثال ذلك طبعا حال الوصف لم نستخرج أمثلة، لأن الوصف استخرجناه في الحقول المعجمية والنص مليء بالوصف. بالنسبة لبعض المقاطع السردية سنقف مثلا عند بداية النص، وسنجد مثلا عبارة أول شيء يقام أحواش، ثم عندما قال في بداية وعند سقوط الظلام حضرت جماعة من الرجال عندما حل الظلام تفرق الجمع. هذه كلها عبارات سردية وظفها الكاتب، لهذا السرد والوصف يمكن أن نجدهما دائما في النص الواحد، لأنهما وجهان لعملة واحدة يمكن الاستغناء عن السرد في حضور الوصف، والعكس صحيح لا يمكن أن نستغني عن الوصف في حضور السرد، وإنما المسألة هي مسألة هيمنة. في هذا النص نجد هيمنة الوصف على السرد. إذن ننتقل الآن إلى قيم النص. طب حال النص ذو بعد فني ثقافي ويعالج موضوعا فنيا ثقافيا، إذن لدينا قيمتان أساسيتان،
أول قيمة يمكن استخراجها وهو روعة وجمالية رقصة أحواش. القيمة الثانية، رقصة أحواش كما تعلمون هي جزء من التراث الفني الثقافي، إذن اعتبار رقصة أحواش جزء مهم من الثقافة المغربية الأصيلة والمتجدرة في تراثنا. إذن بعد هذه المراحل نقف الآن عند خلاصة تركيبية للنص، أي تركيب أهم ما جاء في النص من خلال وضع خلاصة إما نلخص فيها النص أو إما أن نعبر عن رأينا الشخصي حول هذا النص وما تطرق إليه الكاتب في هذا النص. إذن يمكن أن نقول بأن النص هو عبارة عن مقالة وصفية استطاع الكاتب من خلالها أن يصف رقصة مشهورة مغربية من الموروث الثقافي المغربي، ويقوم بها مجموعة من الرجال والنساء على حد سواء، وخاصة النساء التي ركز عليهن الكاتب، يرتدين لباسا تقليديا ذا جمالية خاصة. وبطبيعة الحال هذه الرقصة تقام في المناسبات وفي الأعراس وكذلك في مجموعة من التظاهرات الفنية الثقافية، سواء كانت تظاهرات اجتماعية أو ثقافية إلى غير ذلك. والغرض من النص لابد له من رسالة. الكاتب رسالته الأولى هو التعريف بهذه الرقصة ودورها أو أهميتها في التراث الثقافي المغربي. ثانيا هو أيضا نقل إعجابه وتأثر بهذه الرقصة. إذن إذا أردنا أن نكتب سنقول مثلا من خلال ما سبق تحليله نستنتج أن رقصة أحواش رقصة مغربية مشهورة من الموروث إذن من خلال ما سبق تحليله نستنتج أن رقصة أحواش رقصة مغربية مشهورة من الموروث الثقافي المغربي الأصيل هاته والتي تكون في المواسم والمناسبات والأعراس يؤديها مجموعة من الرجال والنساء اللواتي يرتدين ثيابا أو يرتدين لباسا تقليديا ذا جمالية خاصة. طبعا الغرض من النص كما قلنا، والغرض من كتابة هذا النص هو
التعريف بهذه أو بهاته الرقصة الشعبية، وأيضا إظهار الكاتب إعجابه الشديد بها. كفكرة أخيرة، بأن الكاتب حسن جلاب هو فقط ترجم النص، أما الكاتب فهو لي أندري باريس، وهو مؤلف فرنسي الذي زار المغرب وتأثر بهذه الرقصة ودون عليها مواقفه أو دون حولها مواقفه وتأثر بها، والكاتب المغربي ترجم هذه المقالة، ولهذا غد النص هو التعريف بهذه الرقصة وأيضا إظهار الكاتب إعجابه الشديد بهذه الرقصة. إذا نعيد قراءة التركيب من خلال ما سبق تحليله، ونستنتج أن رقصة أحواش رقصة مغربية مشهورة من الموروث الثقافي المغربي الأصيل، والتي تكون في المواسم والمناسبات والأعراس، يؤديها مجموعة من الرجال والنساء اللواتي يرتدين لباسا تقليديا ذا جمالية خاصة، والغرض من كتابة هذا النص هو التعريف بهذه الرقصة الشعبية وأيضا إظهار الكاتب إعجابه الشديد بها. إذن كسؤال أتركه لكم لكي تجيبوا عنه، الكاتب ركز كما قلنا في النص في معظم فقراته على وصف النساء وصفا دقيقا جدا. الآن سؤال، اعملوا موجه بطبيعة الحال لكم أيها تلاميذ السنة الأولى إعدادي، اعملوا على وصف الرجال أيضا لهم لباسهم الخاص، بداية بالجلباب الأصيل بحذائهم التقليدي إلى غير ذلك، اعملوا على وصف الرجال أيضا وصفا خاصا محاكين في ذلك ما قام به الكاتب وهو يصف النساء في هذه الرقصة الشعبية. شكرا على انتباهكم، وإلى فرصة قادمة بحول الله.